السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله ونشوفه يعني الفيران. هذا الفيران هنا إكستنت بي يعني تمديد، زر التمديد إكستنت، ثم هنا ريك ري تراكت يعني زر التراجع بي بي بوتون بوسوار ريكتت، ثم هنا بامب رينن يعني البوم ال بومب لا بومب يعني رين يعني تعمل هنا يعني انبوت كارد يعني المدخل، ثم بي ال سي، ثم اوتبوت كارد يعني المخرج. من هنا سيذهب من المداخل الى هنا، ستذهب الى هاد الفيران يعني باك ال اس يعني رجوع ليميت سويتش يعني ليميت سويتش نهاية الشوط فانت كورس، ثم هنا ال اس فرومونتون يعني الذي يصعد ليميت سويتش يعني نهاية الشوط الذي يصعد فانت كورس، ثم هنا من اوتبوت اكستند سي اوف بي يعني تمديد الفيران، ثم يقتد تراجع الفيران هكذا. هذه هي الأزرار التي تتحكم في الفيران. هنا extend cv يعني تمديد الفيران، ثم retract cv يعني تراجع تراجع الفيران، وهنا extend cv يعني تمديد الفيران، هنا يعني خروج output وهنا input، ثم هنا يعني هذا لونغاج اللادر الذي يجب ان تعرفه. ماذا في لونغاج اللادر؟ not made if senior present يعني يوجد هناك سينيور حاضر، ثم ميد إف هناك هكذا ميد سينيور أبسنت يعني لا يوجد سينيور، أوتبوت تو بلون يعني هذا يعني يعني في الشيمة يعني كيف تو بلون. هنا يعني بي إكستند بي يعني زر تشغيل اكستند يعني تمديد، زر تمديد ريكتد بي بي زر تراجع، ثم بومب رين يعني البومبا يعني تعمل، ثم في فروم مونتون يعني ال اس يعني ليميت سويتش طلوع ليميت سويتش اللي هو فان سكوت نهايه الشوط، ثم ريكت ريتراكت سي او في يعني تراجع الفيران، ثم extend COV يعني هكذا تقفل بهذا المثال يعني تمديد الفيران، ثم reacted بي بي يعني زر زر التراجع تراجع الفيران، ثم زر extend بي بي يعني زر تمديد الفيران، ثم بامبرينن يعني البومبا تعمل، ثم باك ال اس يعني رجوع ليميت سويتش يعني نهاية الشوط، ثم اكستند سي في مقفلة هكذا يعني لا يوجد سينيال، اكستند سي في يعني تمديد الفيران، ثم رياكتد سي في يعني رجوع تراجع الفيران. هذا هو اللونغاج لادر لهذا الفيران، وهذا هو يعني الفيران. لاحظوا سأترككم هذا الشمال، هنا يوجد سينيال وهنا لا يوجد سينيال. هذا ليميت سويتش، ليميت سويتش فيران.